المفروض هو اللي بيرفع ماشي. انا كنت العكس، ولكن اهم حاجه انك هي تكسب. دي النادي نكسب نتعادل او نحقق نتيجه ايجابيه. الماتش ده هنا كان ماتش صعب جدا يا كريم، كان كميه الجري اللي فيه، لان انت عرفت قوه الفريق اللي انت بتلعبه هناك. فانك تكسب، وكان بص بقى دي الفكره، جمهور الاهلي جمهور ما بيقبلش غير ببطوله. الاهلي يوصل نهائي ما ينفعش تخرج من استاد القاهره وانت مش فرحان الا ماشي ماسك الكاس. يومين قبل البطوله احنا كلنا يمكن ما بننامش، احنا بنفكر